الشاب اسماعيل سامي او الشاب اسماعيل بوعبدلاوي من مدينه بومندات، عايش حاليا بمدينه اكادير. مستوى الدراسي يعني حاصل على الاجازه في علم الاجتماع والدبلوم في الفندقه. عمر 24 سنه. بديت السنه الفنيه ديالي في 2012، شاركت في العديد من المهرجانات والامسيات والسهرات، ولا انسى ايضا مشاركتي يعني في قناه تمازيغ الثامنه تمازيغ في برنامج تيكوان شو. يعني بهذه المناسبه هذه عندي مجموعه من الكليبات اللي من خلال شفتهم في القناه ديالي اسماعيل سامي. يعني دخلوا القناه ديالي غادي تشوفوا كاع الكليبات ديالي. اول كليب كان ليا يعني هو حرام عليك ما تخليني ما نخليك. هذا الكليب هذا يعني من اخراج ميلود بن طيفور. بصراحه هذا الانسان وقف معنا بزاف وعاونني، يعني ولد اكادير. لقيت يعني بلاصه زوينه، انه يعني اكتشفت بعض الجوانب اللي خلوني انني نزيد القدام. بعد الجمهور اللي كيشجعوني بزاف ويشجعوني بزاف على هذه الثقه ديالهم، كنبغي نشكرهم حتى هما على التشجيع ديالهم وعلى هذا الشيء كاع اللي كيديروا على قبلي. من بعد درت فيديو كليب اخر بعنوان غدارة. هذا الكليب هذا اللي لقى نجاح كبير، يعني صورته في اكادير يعني مناطق سياحيه اللي من خلالها كنعبر على ان اكادير منطقه واحد منطقه يعني راه فيها ما يدار. هذا الكليب هذا صراحه من تصوير رضوان بوطالب، واحد الانسان يعني ما شاء الله كيعاون الشباب كيعاون المواهب. يعني هو اول واحد يعني مد يد المساعده، انه عاوني بزاف ديال الحوايج من خلال التصوير، من خلال الميكساج، من خلال اي حاجه. صراحه تبارك الله عليه، يعني ما عندي ما نقول. من بعد درت واحد الكوفر بعنوان راني ندمان. هذا الكوفر هذا اللي من خلاله وصل، يعني ما كنتش كتصور انه يوصل لهذا عدد المشاهده بنسبه مليون مشاهده. يعني راه في ظرف قبل ما يوصل عام، يعني راه تبارك الله مليون مشاهده في البدايات ديالك، ولا راه شي حاجه بزاف. المهم بعد الكوفر هذا درت فيديو كليب ديال مولات الدار. كاع هاد الكليبات راه تلقاوهم في فلاشين ديالي في يوتيوب اسماعيل سامي. هاد الكليب هذا ديال مولات الدار من كلماتي والحاني، من خلاله يعني صورت في منطقه ورزازات، دوك المناطق ديال ورزازات، او البلاصه فاش التهديد هي بومندات، قلعه مقوله، الخميس. هاد المناطق هذا يعني هما مناطق سياحيه. علاش انا صورت فيهم؟ حيتاش تما فاش طبيت وبغيت نبين انه كاين واحد المنطقه، حيتاش اي واحد ما كيعرفش هاد المنطقه ديال بومندات. تقول لي فين جات بومندات؟ يقول لك ما عرفتش، محال كاع يقول لك فين جات. لان هاد المنطقه هذه بغيتكم انكم تمشيو ليها وتكتشفوها، فيها مناظر زوينه، طبيعه خلابه، الناس ديالها الجود والكرم، الله يعمرها دار. يعني تبارك الله راه فيها ما يدار. وصراحه هذا المرض هذا اللي جانا كورونا، يعني نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يهدي علينا ونرجعوا كما كنا، والله يحفظنا والله يحفظ الجميع. وكنوصيكم خليكم في ديوركم هكا باش نقدوا الوطن ديالنا، باش نقدوا والدينا. راه حنا يعني حنا الا ما درناش يد في يد راه ما غنديروا والو. يعني راه حنا اللي غنعاونوا الوصله بريوسنا. ما تبخلوش، بقاو في ديوركم وهكا باش نتغلبوا على هذا المرض هذا ونرجعوا كما كنا. والله يحفظ جميع الامه الاسلاميه. وتبارك الله عليكم وشكرا لكم على هذا الدعم ديالكم وعلى هذا التشجيع ديالكم. وايضا كنبغي الشكر في المره الثانيه للقناه الحياه اليوميه على هذا الاستضافه. تبارك الله عليكم. وكما كنقول لكم راه كل جديد سوا شي حاجه واعره بزاف. هذه غير البدايه، هذه غير شويه من بزاف، وراه باقي ان شاء الله الجديد وباقي القدام. وما تنساوش يعني تدخلوا لاشين ديالي اسماعيل سامي، غتلقاو فيها كاع الكليبات ديالي وتابوناو. وتبارك الله عليكم وشكرا لكم بزاف.